الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات الـ Document and Information Management في الـ Construction Field. النهاردة إن شاء الله ناخد المحاضرة الثانية، النهاردة 30 مارس 2022. احنا الكورس ده جزء من المحاضرات اللي احنا اخدناها، دي جزء من الكورس بتاع الدوكيمنت كنترول. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا ان احنا عندنا 5 موديولز. بدانا في اول موديول اللي هو فاونديشن اوف دوكيمنت اند انفورميشن مانجمنت، تمام؟ ده كان الموديول الاول اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. واتكلمنا في المحاضره، هنعمل بريف سريع كده للمحاضره النهارده ان شاء الله. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اندرستاندينج دوكيمنت اند انفورميشن مانجمنت فاونديشنز، وقلنا ان احنا اول حاجه اتكلمنا على التعريف، وقلنا ان نظام الدوكيمنت مانجمنت ده نظام او عمليه تستخدم لالتقاء وتخزين المستندات الالكترونيه زي البي دي اف والوورد والاكسل والصور الرقميه، وهي احنا بنعمل كده علشان نوفر الوقت والمال والامان للتحكم في المستندات، وعشان نقدر نوصل ليها بسهوله ونقدر نخزنها ونراجعها ونعمل عليها اوديت بسهوله جدا. فقلنا ان الاختصار للكلام ده كله ان الدوكيمنت مانجمنت دي هي الوسيلة اللي بنقوم بيها إحنا أو المؤسسة بتاعتنا لتخزين المستندات الإلكترونية وإدارتها وتتبعها، تمام؟ كمان اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدوكيمنتس، قلنا إن هي بدأوا إن هما يلاقوا إن الناس بتوع الكونستراكشن بيجمعوا الداتا بتاعتهم من أيام الفراعنة، بعدين رجعوا لقوا إن في المخطوطات القديمة والبرديات إن هما كانوا بيكتبوا حاجات شبه الكالكوليشنز كده ورسومات بيحتفظوا بيها للكونستراكشن بيلدينج اللي هم كانوا بيعملوها. بعد كده لقينا برضو ان احنا في العصر الروماني برضو كانوا بيحتفظوا بحاجات زي كده. فضل الموضوع يتطور لحد ما وصل لنا بالصورة اللي كانت موجودة عليه من حوالي 10 سنين أو 20 سنة، اللي هو كنا بنتكلم عليه بنقول ان هو كان أركايف، او ان هو كان تخزين او الارشيف، حاجة زي كده. دلوقتي بدأنا نتكلم عن المفهوم ده بشكل أوسع، إن إحنا بنتعامل مع الدوكيمنتس دي من خلال وإحنا في خلال المشروع في الرانينج بروجكت نفسها، مش بنستنى لحد ما المشروع ينتهي أو إن المبنى يتبني وبعد كده نبتدي نتعامل مع الدوكيمنتس. إحنا بنتعامل مع الدوكيمنتس دي في خلال تنفيذ المشروع نفسه، تمام؟ بعد كده بدأنا نتكلم عن نطاق التطبيق أو النطاق المستخدم للدوكيمنتس، وقلنا ان احنا المانجمنت ده الاداره اللي احنا بنتعامل فيها دي بتتعامل مع كل المستندات الفنيه الموجوده في الشركه. يعني مفيش ديبارتمنت احنا مش بنتعامل معاها في السيستم ده، وعندنا دوكيمنت مانجمنت بنتعامل فيه في كل الديبارتمنت الموجوده عندنا في الشركه. بعد كده اتكلمنا عن الهدف، وقلنا الهدف ان احنا نبتدي ان احنا نتحكم في المستندات عشان تبقى عندنا مستندات معتمده وصالحه للاستعمال ومحدثه. كمان احنا بنتحكم في التغيرات والاحداث والإصدارات الموجودة عندنا. يعني شيء مهم جدا إن إحنا أكتر من إن إحنا نتحكم في المستندات نفسها، إن إحنا نتحكم في الإصدارات اللي بتطلع منها، أبقى عارف إيه الإصدار اللي أنا شغال عليه، إيه آخر إصدار للدوكيمنتس دي. وكمان إن أنا أعرف إن أنا أعمل ميثودولوجي إن أنا إزاي أقدر أغير الدوكيمنتس دي، وإيه الحاجة اللي تخليني أقدر أتحكم في تغيرات الدوكيمنت دي. كمان قلنا إن إحنا نتحكم في التخزين الدوكيمنت عشان يبقى عندنا سهولة في استرجاعها، تمام؟ طيب جينا بعد كده اتكلمنا عن مين هو المسؤول عن الوظيفة دي. قلنا ان الدوكيمنت كنترول هو الشخص المسؤول عن الوظيفة دي، واتكلمنا عن التعليم بتاعه، وقلنا ان هو مش لازم يكون عنده وظيفة، مش لازم تكون عنده مؤهل معين عشان يقدر يشتغل الشغلانة دي، بس قلنا كمان ان هو من لازم محتاجين ان هو يكون عنده شوية الصفات. قلنا ان التعليم بتاعه اتليست يبقى تعليم جامعي معاه شهادة جامعية علشان يقدر إن هو يفهم المصطلحات ويقدر يتعامل في الدوكيمنتس بطريقة أوسع وطريقة أحسن. وقلنا إن هو من بعد الصفات الشخصية اللي إحنا بنحتاجها في الدوكيمنت كنترول إن هو يكون أمين، يكون دقيق، يكون منظم في عمله، يقدر يشتغل تحت ضغط، يبقى عنده قدرات على العمل مع مجموعات العمل، يبقى عنده تيم وورك، يكون قيادي، بيعرف يحل المشاكل لوحده، مش كل مشكلة عنده بيروح يرجع فيها لمديره، بيبقى عنده قدرة على التفاوض والإقناع عشان يقدر يقنع الناس اللي حواليه بالسيستم اللي هو محطوط، ما هو اللي بيتعامل معاه والسيستم الموجود، يبقى عنده قدرة على إدارة الوقت لأن مفيش حد هينظم التاسكات، هو اللي بينظم التاسكس بتاعته بنفسه. كمان بيبقى عنده قدرة على المثابرة والتحفيز لأن مفيش حد هيحفزه
في الشغلانة بتاعته دي، هو لو هو ما حفزش نفسه وحاول ان هو يوجد لنفسه حاجات تشجعه ان هو يشتغل وان هو يبقى بيكمل شغل ده، مش هيلاقي حد يشجعه على كده. قلنا اخيرا ان هو لازم يكون عنده ثقة في نفسه علشان يقدر يتعامل مع الستاف اللي شغالين معاه. كمان قلنا ان في لازم يكون في عنده شوية personal skills هو بيقدر يتعلمها، سوري بروفيشنال سكيلز بيقدر يتعلمها علشان يقدر ينفذ شغله ده بسهوله. اول حاجه قلنا ان هو لازم يبقى عنده اي تي سكيلز كويسه جدا، بيقدر يتعامل مع الكمبيوتر، بيقدر يحل مشاكل الكمبيوتر بسهوله، يبقى عنده لغه على الاقل تانية علشان يقدر يتعامل مع المصطلحات الهندسيه اللي هو بيتعامل فيها والستكس والبي او كيوز اللي هو بيتعامل فيها وبيشتغل فيها كل يوم. بيبقى عنده ان هو بيعرف يعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت، مالتي سكيلز. كمان لازم يكون بيعرف يهتم بالتفاصيل وبيعرف يعمل تايبنج كويس وبيعرف يعبر عن نفسه بالكلام، هو يكون بيعرف يكتب كويس في لاترز مثلا او في ايميلز، يقدر يقول يعبر هو عاوز ايه عشان يكتب ده كويس بطريقه كويسه. كمان قلنا ان هو لازم يكون بيعرف يدون المانتس عشان لو اضطر ان هو يدخل مثلا ميتنج ومحتاج ان هو يدون النوتس بتاعت المانس دي، يقدر برضو ان هو يعمل كده. واخيرا قلنا الريسبونسبيلتيز بتاعته، قلنا ان هو اللي بينشئ السيستم بتاع الدوكيمنت كنترول بالكامل في الشركه، وهو اللي بينشئ النماذج اللي بيتعامل فيها والتمبلتس، وكمان هو اللي بيدير طلبات الموظفين للطلبات الدوكيمنتس، او ان هو محتاج حد ان هو حد يدور على دوكيمنتس او حد بيشوف ابديت لحاجه، او حد مش فاهم السيستم بتاع الدوكيمنت مانجمنت اللي هو شغال عليه، فهو اللي بيديله حاجه زي اندكشن كده عشان يفهمه الدنيا ماشيه في البروجكت بتاعه ازاي او في الشركه عنده ازاي. كمان هو المسؤول عن الفايلنج اذا كان سوفت او هارد، وهو اللي مسؤول كمان عن الريبورتس ان هو ازاي، ان هو اللي بيطلع كل الستاتس ريبورتس بتاعه المشروع للبروجكت مانجر او للناس المعنيين في المشروع، وهو كمان اللي بيتحكم في البرايفسي بتاعت الدوكيمنت الموجودة عنده، مين يقدر يشوفها ومين يقدر يشوف ايه وما يشوفش ايه، وهو اللي بيراعي القصة بتاعت الكونفيدنشال سوري اللي هي التحكم في سموها ايه، التحكم في سرية المعلومات الموجودة عنده. تمام، قلنا بعد كده الكارير لادر بتاع الدوكيمنت كنترول، وقلنا هو مين، هو بيبقى اول ان هو بيبقى جينيور دوكيمنت كنترول، وبعدين سينيور، وبعدين ليد دوكيمنت كنترول، وبعدين هيد ديبارتمنت، وفي الاخر بيبقى مانجر. وقلنا ان هو بيبقى ريبورت لمين، هو بيبقى ريبورت لاكتر من حد، لا اما بيبقى ريبورت لمدير المشروع او بيبقى ريبورت للكواليتي مانجر بتاع الشركة على حسب الـ organization chart بتاعت الشركة بتاعته. احنا كده خلصنا المراجعة بتاعت المحاضرة اللي فاتت، لو في حد عنده أي أسئلة عن المحاضرة اللي فاتت احنا جاهزين للرد عليها.